هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أعلنت قبل يومين النجمة الهندية آليا بهت أنها اختتمت بطولة تصوير فيلمها الجديد هارت أوف ستون، والذي تم تصويره في هوليوود بلندن بمشاركة ممثلين مشهورين. والجدير بالذكر أن آليا كانت جد متحمسة للعودة إلى بلدها الهند بعد غياب دام أكثر من شهر، وذلك بعد انتهاء من تصوير فيلمها الجديد. وقد نشرت صور عبر حسابها انستغرام وكتبت معلقة: شكرا لفريق العمل، لقد كانت تجربة لا تنسى، سأكون ممتنا إلى الأبد لكل الحب والاهتمام الذي تلقيته، ولا أستطيع الانتظار لمشاهدة الفيلم معكم جميعا. هذا وقد فاجأت آليا الجمهور وكذلك الصحافة الهندية، وذلك بعدما ظهرت في مطار مومباي بعد الانتهاء من جدول التصوير فيلمها الأول في المملكة المتحدة في هوليوود، حيث بدت وهي ترتدي سترة بيضاء فضفاضة وكذلك ببطن بارز، وكان زوجها رانبير في انتظارها في السيارة. ومباشرة بعد رؤيته قفزت إلى السيارة وعانقت زوجها بشدة أمام الصحافة والإعلام. ومن جهة أخرى، النجمة الهندية والمعتزلة سنا خان تتعرض لموجة من الانتقادات من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ويشار أنها قد شوهدت قبل أيام قليلة في مكة المكرمة، وذلك للقيام بمناسك الحج، علما أن هذا كان أول حج لها مع زوجها أنس السيد، إلا أنه للأسف تعرضت لموجة من الغضب من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بالدعاية أو بما يسمى بالإشهار لوكالة السفر التي توجهت معها إلى مكة المكرمة، وهو الأمر الذي نتج عنه تعليقات سلبية من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه أمرا غير مقبول، وأنه كان يجب عليها التركيز في العبادة خاصة أنه أول حج لها. وعلق شخص آخر بأنها ليست جلسة تصوير لتقوم بالدعاية باسم الدين. والجدير بالذهن أن سنا خان بعد اعتزالها من التمثيل أصبحت مؤثرة، حيث يتابعها حوالي 5 ملايين من المعجبين. أما عين النجم الهندي شرخان فهو في كل عام يطل من شرفة منزله ويلوح بيده لمعجبيه الذين يأتون أمام منزله لمعايدته، ويشعر أن الأمر يعتبر عادة عند معجبي شرخان في كل الأعياد.